نجلاء؟ اه نجلاء. لا لا وايه اللي لا؟ انا مستحيل اعمل فيكي كده، انت كدبت عليا وانت كمان كدبت عليا، انا مش هاخد حته من جسمك عشان اعيش فيها وانت تموتي. بس انا راضيه. انا بقى مش راضي، انا خلاص انا مش عايز اعيش في الدنيا دي تاني، انا خدت كل اللي انا عايزه من الدنيا خلاص. بس انا لسه ما خدتش من الدنيا اللي انا عايزاه. عارف ايه هو؟ انت. انا عايز اعيش معاك حياتي كلها، عايز اعيش معاك عمري كله. انت ليه اناني؟ انا مش اناني، انا بقى اناني لو خدت حته من جسمك عشان اعيش فيها. لا هتكون اناني لو سبتني انا اعيش لوحدي. تعالى انت ليه مش شايف الحقيقه؟ ليه مش شايف ان القصه تكمل لازم كل واحد يكون فيه جوانا حاجه من التاني؟ خايف عليك. تخاف عليا لما تسيبني لوحدي؟ لما وانت جنبي انا مش هخاف. وانت ايه ذنبك؟ ذنبي ان انا بحبك. مش هقدر يا ابني، مش هقدر. تخيل مشيت ورفضت تعمل عمليه، هتفضل مستحمل امتى يا مجدي؟ دي مشكلتي انا مش مشكلتك انت. مشكلتي انا كمان، مشكلتي عشان لو انت حصل لك اي حاجة انا هبقى لوحدي زي ما كنت لوحدي قبل كده. انا كنت بقعد في الاوضة كل يوم ببقى قافلة على نفسي الباب، كنت ببقى خايفة اي حد يشوفني، كنت ببقى خايفة اي حد يحس بيا، كنت بنزل الجامعة والمدرسة قلقانة ومرعوبة من بصات الناس ومن بصات صحابي، كنت ببصات كلها خوف أو شفقة، كانت في ناس فاكرة إن أنا ملبوسة. تخيل في ناس فاكرة إن أنا ملبوسة يا مجد. آه هي دي الحقيقة. خلينا نعمل اللي محدش شافه قبل كده، خلينا نموذج للناس اللي بتحلم بالحب. أنا عايزاك جنبي. من الآخر أنا مش هسيبك، وانت لو مت يا مجدي انا هموت نفسي بعديك. قبل ما نديك حته مني تديتني الدنيا كلها. هنعمل عمليه؟ هذا بالعبد.